كنت من زمان جايب أقولهم المين يعرفون بنات خالاتي من زمان من زمان كانوا يتنمرون علي. لا تخافون النهاية فيها كلا اعتذار باعتذار خيزكم أي فأنا فهم ليلة قاموا يتنمرون ويتنمرون ويتنمرون وين اللي ما يعرفوا السبب ليه يتنمرون عليه أسألهم ليه تتنمرون قلهم ما لك شغل أنتي عارفة. والله أبلشوني صرت أسهل أهلي أقولهم ليه سووا كذا والموضوع انتشر في كل البيت صار كل البيت يعرف إنهم. فأخ الكبير الله يعطيه العافية والله ما رح أنسى فيها من هذا المعروف قامت راحت كتبت هي طبعا الرئيسة كلهم يحبونها وفي نفس الوقت كلهم يكرهوني ليش الله أعلم أي فقامت كتبت لهم بالخاص ليش مسوين لأختي بلوك ترى كل العائلة انزعجت من اللي يسوونه تتنمرون لها وما لها دخل لا حد حط عقله مخها الكبير هذا ولد كبير مخه كبير تحط عقلك بعقل صغير أنا يعني استغربت اللي يسوونه فهم حطوا الذنب ليش على مين علي أنا فصار بدال ذنب واحد كلهم علي يعني قعدنا واجد يمكن 3 شهور وفجأة قاموا قالوا بنات خلاص خلنا نطلع ونبقيها هي لحالها خلها هي تسب لحالها وأنا اللي من جيت وأنا ما قلت ولا شيء بس بالخاص سألت مين يا بنات مسوي الخاص عشان بدخله أبغى وظيفها لكن سبحان الله كل ذنب تجمع علي فهم قهم وقالوا خلاص يا نور اعتذري لنا فأنا اللي اعتذر على شيء أنا ما سويته يعني بالله عليكم يعني. شاكم ذول الناس اللي يقولوا لك خلاص احنا مدامنا رحمناك وقلبنا طيب وكبير وقلبنا قد الكون راح نفكر نسامحك ايش يقولون بس احنا ما راح نسامحك انت فكري بالبدايه تتاسفي لنا انت وش سويتي عشان تروحي الله اعلم والله اسمع انا ما سويت شيء بس الله اعلم وشهم انا ما ادري ليش دخلت معاهم تمام جيم وقمنا نلعب 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 سوا هم كانوا سافهيني وش إيه؟ لا احنا نلعب جيم سوا كذا نسولف نلعب سوا وفجأة انا قمت قلت بنات امي تنادين وطلعت من الجيم وبعدها انقلبوا علي قلبوا الله يوريكم اياها فقاموا قالوا اسمعي احنا بنفكر نسامحك بعد ما انت تتاسفين وغصب ورا خشمك تتاسفين اتاسف على شيء ما سويته أدري. انا ما احب كذا شخص قولوا رايكم بذول الناس انا يعني صراحة انت قلت بيسامحونك اخر شيء لا اي اسمع انا الحين اسالكم برايهم يعني رايي ان هذا الشيء غلط غلط بغلط بغلط فهمتم يعني مره اكس لانه ما يصلح تخيلوا يعني 3 يمشون وواحده لا وبعدين هي يعني لا زي انا اقصده اقاربها فهمتوا زي الاقارب وما يصلح انها يخلونهم وزي كذا وبعد ما يصلح انهم يتنمرون عليها ويحطون كل الاشياء عليها هذا ايش ما ادري انا صراحه اكس واساسا يعني ليش تعتذرين وانت ما سويتي حاجه تعتذرين على ايش لا كذا غصبيني غصبينك على انا ادري ام السالفه الشخصيه دي انا دخلت كنت كنت بنات مين مسوي الجروب ابغى ادخل معاكم كان على ذي الكلمة صاروخ سبحان الله قولي لهم طيب تبغوني اعتذر على ايش؟ اذا اكسبت لهم قاموا قالوا انت دارية وكذا وبعدها زيادة قولي لهم انا مو دارية كامل تنمر اذا قالوا لك كذا اعتذري طنشيهم خلاص انسي كذا انسي الموضوع طنشتهم يوم رحت البيت بيت وش اسمه بيت عمان البيت وش اسمه عمان امي زين ايه قاموا والله ماسكيني وكذا قاموا يكلموني يقولون خير ما ايش زياده اسمع التنمر بالايباد اقدر اسوي لهم بسم الله الرحمن الرحيم بلوك 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 اسفة ام حتى انا قاموا روحوا الام قاموا راحوا الوحده انا احبها وقاموا عبون راسها نورا سوت قاموا ادتني قامت قالت ليش سويتي كذا؟ فتنة سويت ذا؟ فتنة بس فتنة يعني ما ادري اقسم بالله ما ادري وش سويت
بس هم كذا، احنا عايزينك تزعلين. لا انا بكل صراحه ما قد، انا والله بكل صراحه مره مره احبهم، اجيب لهم هدايا هم يجيبوا لي هدايا، علاقتنا زي العسل. بس يوم قلت ما اصبروا، احنا انا امي تناديني بروح، انقلبوا علي. يا اما اسمع في شيئين، يا اما في وحده معبيه راسهم، يا اما غيره، بس شيء ثاني مستحيل. طب اذا يعني قلبوا عليك قوليهم امي وببر فيها، اذا نادتني اروح لها بسرعه. امي اهم منكم. صراحه انت سويتي شيء صحيح، انك ما خليتي الام يعني تناديك 25000 مره وتناديك وانت بس تطنشينها باللعب. اول شيء اذا يعني رحت لامك لانها نادتك من اول مره، ثاني مره مثلا قول اول مره ما سمعتيها، ثاني مره سمعتيها، يعني هذا الشيء مره حلو، لو بعد تاخذين عليها اجر، ولانك انت سمعتي لامك وما طنشتيها، بس بعدها هم سووا لك اياها كذا، يعني شيء غلط الصراحه. غلط. أنا بكل صراحة متفقة إن أنا بكل صراحة ملقوفة لدرجة إني درجتك، وسألت أمها قلت ليه هذول قلبين عليكم، وأنت قالت والله ما أدري مشاكل البزران، وهي صادقة يعني. فأنا بعدها والله حتى يعني هذا اللي بعد رحت البيت حماسي، وقاموا تنمر يوم قمت قلت لهم خلاص آسفة، أبلشوني قاموا قالوا اعتذري، اعتذرت لهم 90 مليون مرة، قاموا قالوا خلاص فكرنا نسامحك وخلاص رجعنا. بس كل ما يشوفوني هادية يقولون تتذكرين يمكن يتمر عليك، والله يعني خلاص اللي فات مات يا بنات. لا يعني حتى يوم فتحنا صفحة جديدة يدورون بس هذول ماسكين لك مسكة. نورة أتوقع أنهم قاعدين يسوون فيك مقلب. مقلب المق حبيبتي، المقلب مو بست شهور، وبعدين وش ذا المقلب اللي مدته سنة ونص؟ وش ذا؟ مستحيل مقلب. أذكر مرة بالأيام كانت المقلب أنا بكل صراحة أطول مقلب بحياتي كان شهر بس، أما مقلب سنة ونص ذا مستحيل. أذكر مرة بالأيام كان